انا الشيء المهم بالنسبه لي انا كلاعب عماد الحوسين، انا اتمنى ان نادي الاهلي يحقق بطوله كاس ابطال اسيا. هذا صراحه عندي، هذا اتمنى من كل قلبي انهم يحققوه. عدول المحبه حطي نفسك مكاني قبل لا تحكم وتظلم بلا يا دليل. يا عدول المحبه حطي نفسك مكاني قبل لا تحكم وتظلم بلا يا دليل.